أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج رادار. تتابعون التكتيكات العسكرية وتحركات ومواجهات الجيوش والفصائل العسكرية وعمليات ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة، والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى، كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي وأرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم رادار. جميع ما يتفضل به ضيوفنا الأكارم بكل حلقة لا يعبر نهائيا عن رأي مؤسسة أورينت ولا تتبناه. ملفنا لهذا اليوم قوات ودرع الفرات، ندرة الخيارات أم انتهاء الصلاحيات. الأسباب التي دفعت تركيا لإعلان انتهاء عمليات قوات درع الفرات كان أبرزها قرب الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 16 نيسان/أبريل المقبل في محاولة لكسب الأصوات المعارضة لعملية درع الفرات، بالإضافة إلى تحقيق العملية أهدافها المعلنة وهي تطهير الشريط الحدودي من قرابلس حتى عزاز بطول 89 كيلومتر من خطر تنظيم الدولة، وقطع الطريق على حزب الاتحاد الديمقراطي البيادي بتشكيل ممر يربط بين منطقة الجزيرة وروج آفا كما يسمونها وبين عفرين وصولا إلى البحر، وتشكيل منطقة آمنة من الإرهاب والقصف، وهذا ما تحقق على الأرض فعلا. وقد كشف أردوغان دوافع عمليات قوات درع الفرات العسكرية بسوريا، ويرى أن تركيا من خلال إنهاء قوات درع الفرات تتجه بذلك لوضع ثقلها في عمليات تحرير الرقة ابتداء من تل أبيض حتى تحت مسمى جديد لغرفة عمليات جديدة عسكرية، وهذا نجاح للدور التركي على عكس ما يشاع إعلاميا. ولا يخفى على أحد أن هنالك صراعا تخوضه تركيا تتزايد أخطاره على أمنها القومي يوما بعد يوم، خاصة وأن هنالك مرحلة جديدة من التنسيق بين الروس والأمريكان في هذه المنطقة بالتحديد، ولكل طرف منهما حسابته الخاصة فيه. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للعشائر والقبائل العربية مضر حماد الأسعد أنه عندما عقد الاجتماع الأول لتشكيل قوات درع الفرات تم تحديد المناطق المراد تحريرها، واتفق على الباب وقرابلس والراعي وما حولها لطرد تنظيم الدولة وحزب الاتحاد الديمقراطي البيادي منها، وحاليا استكملت تحرير هذه المناطق، وبالتالي بعد نجاح العملية فمن الطبيعي جدا إيقافها، وهذا الأمر يعرف الذين ساهموا في تشكيل قوات درع الفرات معرفة جيدة. يجري حاليا تدريبات عسكرية واسعة النطاق لأبناء محافظة الرقة ودير الزور والحسكة على حد سواء بدعم تركي وبالتنسيق مع التحالف الدولي في أحد المراكز بهدف دخولهم إلى سوريا وتحرير مناطقهم على غرار عمليات درع الفرات. تركيا تتعرض لضغوط كبيرة جدا بسبب دعمها للجيش الحر، وبنفس الوقت لفتحها جبهات متعددة ضد تنظيم الدولة ووحدات الحماية الكردية ونظام الأسد والميليشيات المدعومة من إيران، بينما الوجود العسكري الأمريكي والروسي له تأثير كبير على تواجد الجيش الحر وتركيا الذين يعرفون أن روسيا وأمريكا يستعملون حزب الاتحاد الديمقراطي البيادي لتنفيذ مشاريعهم، وعندما تنتهي مصلحتهم سيتم التوقف عن دعمهم. بعد الاستفتاء على الدستور ستكون كل الاحتمالات واردة، وقد تكون هنالك مواجهات مباشرة بين تركيا والجيش الحر من طرف، وبين قوات سوريا الديمقراطية قصد المدعومة من أمريكا وروسيا من طرف آخر. الدور التركي يمر في مرحلة جمود مؤقت بحكم قرب الاستفتاء على الدستور وعدم قيامها بأي تصعيد أو حركة قد تؤثر على نتائج الاستفتاء سلبا، لكن بعد 16 نيسان/أبريل سيكون الدور التركي أكبر وأكثر فاعلية، وقد يعيد النظر في كل حساباتها وتحالفاتها الحالية واتخاذ خطوات أكثر فاعلية وتأثير على مسار الأحداث سياسيا وعسكريا. يذكر أن تركيا كانت قد شنت في آب أغسطس عام 2016 عملية درع الفرات في شمال سوريا من أجل أن تبعد عن حدودها الجنوبية كلا من تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية قصد التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية المكون الرئيس فيها، حيث تمكنت فصائل المعارضة السورية المسلحة التي تدعمها تركيا في إطار هذه العملية من طرد تنظيم الدولة من مناطق عدة بينها قرابلس والراعي ودابق وآخرا مدينة الباب. السؤال هنا دوافع القيام بعملية درع الفرات العسكري بسوريا منع الميليشيات الكردية من وصل مناطق سيطرتها وإقامة إقليم على حدود تركيا الجنوبية، إنشاء منطقة آمنة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 150 كيلومتر وبعمق 40 كيلومتر، وضع حد الهجمات التي تستهدف تركيا من داخل الأراضي السورية وحماية وحدة الأراضي السورية بما في ذلك تولي الأمر بشكل فعال في حالة الضرورة، طرد تنظيم الدولة من حدود سوريا. ورئيس الوزراء التركي قال إذا بدأت تركيا عملية عسكرية أخرى ضد تنظيم الدولة أو أي تهديد موجه لأمن البلاد ستكون عملية جديدة وتحت اسم آخر.
دوافع توقف عمليات درع الفرات العسكري كما يعلن من قبل الأتراك قرب الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 16 نيسان أبريل المقبل، تحقيق العملية أهدافها المعلنة وهي تطهير الشريط الحدودي من قرابلس حتى اعزاز بطول 89 كيلومتر، وقطع الطريق على حزب الاتحاد الديمقراطي البيادية بتشكيل ممر يربط بين منطقة الجزيرة وروج آفا، تشكيل منطقة آمنة من الإرهاب والقصف، وهذا ما تحقق عمليا. تركيا تتعرض لضغوط كبيرة جدا بسبب دعمها للجيش الحر وفتحها جبهات متعددة ضد تنظيم الدولة ووحدات الحماية الكردية ونظام الأسد والميليشيات المدعومة من إيران. الوجود العسكري الأمريكي والسوري له الروسي له تأثير كبير على تواجد الجيش الحر وتركيا. نناقش هذا الموضوع بمحورين. المحور الأول، في فترات متعددة أعلنت تركيا وعلى لسان معظم مسؤوليها الرغبة بإنشاء منطقة آمنة تمتد من الشرق للغرب بمسافة طول 150 كيلومتر وجنوب بعمق عرض 40 كيلومتر لرغبة تركيا بنقل اللاجئين السوريين من تركيا إلى تلك المناطق، ورغبة تركيا غير المعلنة بجعل المنطقة آمنة جدار صد وحصن دفاع أول لها من هجمات وحدات الحماية الكردية، وذلك لظهور بوادر تشكيل كنتون كردي يمتد بين ثلاثة مناطق: الحسكة، منبج، عين العرب، طوله 272 كيلومتر بالمناطق الثلاث. لكن ترافقت هذه الرغبة بامتناع أوباما من تحقيقها وبدأوا بالمزاودة عليها، وكان معد لهذه المنطقة عناصر من سوريا من دول أصول التركمانية، وقامت تركيا بتدريبهم على الإدارة المحلية المدنية لتولي إدارة المنطقة. المحور الثاني، ما حدث من مساومات كثيرة جدا كان الهدف الأساس منه تشكيل المنطقة الآمنة والحزام الدفاعي عن عن الجنوب التركي، وتم خسارة حلب نتيجة هذه المساومات، وبدأت عمليات درع الفرات وحصلت خلالها تركيا على قرابلس ووصلت إلى الباب. عمليات درع الفرات استطاعت إخراج تنظيم الدولة ووحدات الحماية الكردية من المنطقة رغم وجود مساومات مع الروس لتسليم مدينة الباب للنظام بصفته قوة فصل بين الأتراك والوحدات الحماية الكردية حسب الادعاء الروسي، لكن الطموح التركي كان يتعدى هذا ويرغب بالوصول إلى مدينة الرقة. عندها أتى الدور الأمريكي ليوقف جماح هذا الطموح وتدخل أمريكا عسكرية بالمنطقة وتنكفئ تركيا. سنناقش هذا الموضوع من جوانبه المتعدية عسكرية استراتيجية سياسية مع كل من الضيوف الدكتور عدنان البوش والأستاذ ناصر محمد وسيادة العقيد الركن أحمد الحمادي وسيادة العميد الركن أحمد شروف وسيادة العقيد الركن دكتور عبد الله الأسعد. سنستمع إلى كل ذلك ولكن بعد الاستماع إلى هذا التقرير. قال قائد فرقة السلطان مراد العقيد أحمد عثمان إن التوقف لعملية قوات درع الفرات سببه أن المصالح الأمريكية والروسية لم تتوافق مع التوجه التركي، وأضاف قائلا بعد سيطرة فصائل قوات درع الفرات على مدينة الباب بشكل كامل كانت تعتزم مباشرة التوجه نحو مدينة منبج ومن ثم إلى الرقة وتحرير كامل سوريا من تنظيم الدولة، إلا أن المصالح الأمريكية والروسية لم تتفق مع التوجه التركي في منبج التي تتواجد فيها ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية قسد المدعومة أمريكيا بالسلاح والسياسة. تنظيم الدولة أيضا ساهم بمنح النظام مزيد من القوة من خلال تسليمه العديد من القرى في منطقة شرق مطار كويرس وصولا إلى منبج بدون أي عمليات عسكرية، لذلك باتت فصائل قوات درع الفرات في مواجهة مع روسيا التي أصبح لها أذرع عسكرية في منبج، وكذلك أصبحت الفصائل في مواجهة مع الوجود الأمريكي هناك. كل هذا أدى إلى تشابك الأوضاع، ومن المتوقع حدوث تفاهم بين تركيا وأمريكا بشأن منبج لأن فصائل درع الفرات ستتابع طريقها باتجاه منبج بعد التفاهم الأمريكي التركي، وستكون الأهداف مدينة الرقة ودير الزور. الأمريكيين والروس يريدون تهميش الدور التركي والاعتماد على ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية قسد، ذلك سيشكل لهم مشكلة على المدى الطويل، فالسواد الأعظم من قواتهم هو وحدات حماية الشعب الكردية حيث تعتبر عمودها الفقري لأنه ليس لديها العدد الكبير القادر على تغطية تلك المساحة، ولتعوض هذا النقص تحاول تجنيد أبناء المناطق التي يسيطرون عليها لمسك الأرض، وهذا سيشكل لهم حالة غير صحية لا تتوافق مع عقيدتهم القتالية غير معلنة. أمام تركيا اليوم استحقاق داخلي هام وهو الاستفتاء الدستوري بعد أسبوعين، وهذا الإعلان له معان كثيرة داخليا، ويجب أيضا عدم إغفال السجال الأمريكي التركي على خلفية استمرار واشنطن بدعم الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني البكاكي المصنف إرهابيا في تركيا والناتو. مع الاقتراب من الرقة فتركيا ما تزال ترى دخول الميليشيات الكردية مدينة عربية خطأ سيكون له تداعيات كبيرة على سوريا وعلى تركيا.
وبدأت عملية قوات درع الفرات في آب أغسطس الماضي بدعم من الجيش التركي وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي للقضاء على التنظيمات الإرهابية في المناطق الحدودية، في إشارة إلى تنظيم الدولة وميليشيا وحدات حماية الشعب الكردي. قوات درع الفرات بعد انتهاء حملتها العسكرية في شمال سوريا بدا واضحا أن مرحلة توسعها الجغرافي تحت مسمى قوات درع الفرات قد انتهى، فلا إمكانية للتوجه نحو مدينة منبج في ظل المعادلة الصعبة التي فرضتها القوى المتصارعة على الأرض. فكان وصول قوات النظام إلى نقاط جغرافية على تماس مع مناطق سيطرة قسد خطوة واضحة لقطع الطريق على قوات درع الفرات نحو التوجه إلى منبج، بعدما تم إنشاء جدار فصل عسكري يهدف إلى خلق وقائع جغرافية بعزل منبج عن الطموحات التركية. الإعلان جاء على إنهاء اسم غرفة عمليات عسكرية تماما، حيث أن المناطق التي لم يتم تحريرها من خلال العمليات العسكرية ستتم تسوية أوضاعها عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، وتشمل مدينة منبج والقرى التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية قسد. نرحب بضيوفي على المحور الأول كل من الدكتور عدنان البوش والأستاذ ناصر محمد وسيادة العميد الركن أحمد شروف وسيادة العقيد الركن أحمد الحمادي، أهلا وسهلا بكم. قبل أن نتوجه للدكتور عدنان البوش بالشق السياسي، نتوجه إلى سيادة العميد الركن المجاز أحمد الشروف بالشق العسكري. ماذا أنجزت قوات درع الفرات للشعب السوري على الأرض سيادة العميد، وخاصة أنها في يوم من الأيام سحبت 1500 من المقاتلين من حلب الشرقية قبل ساعة السفر بعدة أيام وتمخضت عنها النتيجة المعروفة؟ تفضل سيادة العميد. بداية حياكم الله والسادة المستمعين والسادة الضيوف الأعزاء، ننقل لهم التحية من خلالكم. درع الفرات هذه المتلازمة أو التركيبة التي يجب أن يفهمها المستمع، نحن وأنتم والسادة الضيوف والمعدون ربما من كثرة العمل نفهم اللعبة كما تجري. نفهم المستمع أولا ما هي درع الفرات. درع الفرات قوة خليط من عرب وتركمان وأكراد يعملون في قوة تسمى قوة درع الفرات، يشملون الجبهة الشامية، فيلق الشام، فرقة السلطان مراد، حركة الزنكي، لواء صلاح الدين الكردي وبعض الكتائب المحلية. هذه القوة المركزية التحق بها بعض المتطوعين فرديا وبزمر والجماعات حتى تكاد تتجاوز 10,000 مقاتل في المجمل العام. لها رديف من العشائر يتبع للمنطقة الشرقية باسمين، قوة العشائر وأبناء الحسكي، ما زالوا موجودين في على الأراضي التركية من أجل إنجاز مهام ربما ينجزون المهام. الآن درع الفرات كقوة عسكرية التي بدأت في آب 2016 وانتهت بالإعلان الرسمي عنها في نيسان 2017، هذه المدة الزمنية الطويلة استطاعت فيها درع الفرات التحرير أو السيطرة على منطقة من جرابلس في أقصى الشمال الشرقي على ضفة الفرات الغربية، وصولا إلى الباب، إلى أطراف مدينة تادف جنوب الباب. هذه المدة الزمنية الطويلة التي استغرقتها درع الفرات كان لها تأثير سلبي عليها، انعكس سلبا عليها. في هذه المدة أنجز المتحالفون أو المتصارعون والمتنافسون على تلك على سوريا ترتيب أوراقهم وأنجزوا تحالفات مكنتهم من تحجيم درع الفرات. فالروس أنجزوا تفاهم كردي مع ميليشيا النظام واندفعت حتى وصلت إلى جب الخفي في الشمال في شرق الباب، وأيضا بالنسبة للأمريكان أيضا تقدموا ونشروا قوات في منطقة منبج، وحتى داعش أو باش داعش تراجعوا ضمن تفاهمات ضمنية، وأنا أعني أقول عن مناطق واسعة منها بير حافر والخفص الاستراتيجي كما تعلمون التي يوجد فيها مضخات المياه إلى حلب، وحصروا أنفسهم في مناطق خارج هذه إفساحا للمجال للنظام بالتقدم إلى هذه المنطقة الاستراتيجية في عملية خلط للأوراق علهم يستفيدوا شيئا من هذه المنطقة. في هذه الفترة الآن تحول كل شيء إلى غير صالح درع الفرات، وهو أن الاستراتيجية العسكرية في المنطقة بغض النظر عن بندقية الميدان تحولت من الرسم الميداني بالمعارك للسيطرة والاستراتيجيات وتحقيق الأهداف
وانقلبت الآن إلى الرسم الاستراتيجي بالأقلام والتحالفات والمصالح، فالآن لا شيء يرسم بالمدفع ولا بالمندقية، هي كلها أقلام ومصالح ومقايضات، أعطيني لا أعطيك، وطالما البائع والشاري ليس سوريا وليس عربيا فالكل يدفع للكل والكل يفاوض الكل علينا نحن العرب السوريين. الآن درع الفرات ماذا قدمت؟ وسنأتي على ماذا ستنتهي. درع الفرات قدمت الجزء القليل جدا من للسوريين، نحن كسوريين صحيح هي في منطقة طويلة جدا من جرابلس إلى عزاز تنتهي بعمق 30 كيلومتر في منطقة الباب، ولكن هذه ليست سوريا وليست الأهداف التي قمنا فيها بالثورة. أنا لا أزمها قوة درع الفرات، نتوجه لها بالشكر، ولكن كان يجب أن تعمل بشكل آخر ولا ظروف الميدان لها تأثيرها. الآن توقفت، أحيطت بنطاق قاتل يقيد حركتها، فخياراتها بعد الإعلان الرسمي عن توقفها هي أفضل من استمراريتها في عملها الرسمي، وهذا باب خير نتأمل أن يكون خيرا للقوى الثورية بعد أن فك القيد عنها رسميا من الأخوة الأتراك، لأنها أصبحت حرة الآن، فهي قوة ثورية خرجت باسم الشعب، ولا شيء يقيدها من هذه التحالفات ولا هذه المصالح وتبادلها بين الأطراف. نحن سوريون لنا هدف إسقاط النظام، وعلى الآخرين المتضررين من ذريعة الإرهاب الذي صنعوه أن يذهبوا ويحاربوهم بأنفسهم. نحن لسنا بندقية لكي نقاتل من أجل أهداف روسيا ولا من أجل أهداف أمريكا ولا من أجل أوباش الأكراد حزب العمال الكردستاني، نحن سوريون نعمل من أجل بلدنا. هذا في المجمل العام. أما في المجمل ماذا حققت وإلى أين ستذهب؟ هي تقدمت بهذه المنطقة ونشرت قوات ممكن أن يستفيد منها السوريين في كم تعداد هذه القوات؟ أي قوات لدرع الفرات؟ نعم درع الفرات يا سيدي أنا آتيك لو صبرت علي. الوضع العسكري الآن في المنطقة على الشكل التالي: قوة درع الفرات تنتشر في المنطقة من جرابلس عزاز الباب بعمق 30 كيلومتر، طول 110 كيلومتر أو حسب القياس ممكن أن يصل إلى 95 كيلومتر، بقوة فعلية ربما تصل لربما، لأن هذه القوات التي تحدثنا عنها بالبداية جبهة شامية فيلق الشام إلى آخره يمكن أن تستنفر قواها وتتجاوز 12,000، ممكن أن تتجاوز 12,000 بكثير، لكن الموجود الفعلي الآن هو بالعشرة ثمانية حسب حركة القوات. إن نحن لا نتحدث عن قوة ثابتة وجيش نظامي له معسكرات، هي موجود الآن مقيد من اتجاه منبج عفرين العريني، هذا الاتجاه الشمال الغربي والجنوب الغربي، ومقيد من قوة عزاز بما تمتلكها جيش السوار ووحدات الكردي بقوة قد تصل إلى 4,000، مقيد من منطقة أطمي دير صوان على قطمي وليس أطمي، تل رفعت وصولا إلى أطراف النبل والزهراء تتجاوز 3500، مقيد من الجنوب في الزهراء إلى جنوب الباب عرن إلى دير حافر إلى أيضا حتى وصولا إلى السفير ووصولا إلى حاضر حلب، وبقوات للنظام وميليشيا إيران. هذه القوة يمكن أن تصل إذا تم استدعاؤها بكامل القوة إلى أكثر من 30,000، والموجود الآن في هذه المنطقة 7,000 يمكن أن يرتفع إلى 10,000 و13,000 في حال استدعاء قوة من مطار كويرس. قوة الدواعش الأوباش الموجودين هي قوة متحركة، الموجود الآن أقل من 1,000 رجل، يمكن في حال نحن نعلم أن داعش لا تركز على قوة كبيرة، يمكن أن تستدعي من مسكني وتستدعي من منطقة شرق حماة وهي منطقة متصلة مع بعضها، البعض يمكن أن تصل إلى 1,000 رجل وأكثر. هذه هي طبيعة القوات الموجودة وحجم القوات الموجودة الآن. الخيارات أمام درع الفرات خيارات محدودة أغلبها مر، ولكن لا بد منها، لأن درع الفرات كما تكلمنا من البداية لم تحقق أي كامل أهدافها، بقي عليها أن تحرر منبج لتضمن أن ضفاف الفرات الغربي قد أصبحت آمنة، وأنه لا مجال هناك لمقايضات على ممر إيراني شيعي من هذه المنطقة، وعليها كان أن تكمل إلى تل رفعت، لكن تحالفات القويين الأتراك الروس والأمريكان حالة دون ذلك، ولكن لا خيار ولا عذر نهائيا. عليها في خيارها أن تتجه إلى منبج وستقابل الأمريكان وفرقة أحرار العالم التي تعمل مع الأكراد ومع التحصينات التي عززها الأمريكان والأكراد في هذه المنطقة، وهو خيار صعب جدا، وتصطدم وربما تتعرض لقصف جوي
أمريكي، وعليها أيضا في خيار أمر منه أن تتقدم إلى تل رفعت وستقابل قوات النظام وميليشيا الوحدات الكردية وميليشيا مرتزقة السنة وهو جيش الثوار أو باشنا ذو المهربين الحشيش في تل رفعت، وأيضا ستتعرض لقصف جوي روسي في هذه المنطقة. ولكن عليها الآن من أجل تفادي كل هذه الاحتمالات أن تندفع إلى تادف إعزاز وتحاول أن تصل إلى تل عزان سفيري. سيادة العميد، نعم. وصلت الفكرة واستمعنا منك إلى إيجاز عسكري مفصل عن الوضع الميداني لهذه القوات. الآن ننتقل إلى دكتور عدنان. أهلا وسهلا بك دكتور عدنان. أهلا بك دكتور عدنان. أهلا وسهلا بك دكتور عدنان. ماذا أنجزت قوات درع الفرات بالشق السياسي والاستراتيجي للشعب السوري؟ طبعا بعد التحية مرة ثانية، بالنسبة للشعب السوري لم ينجز أي شيء يذكر عمليا. تفاعل الأحداث أثبت بما لا يقبل الشك أن حتى القوة السورية العسكرية هي مجرد بيادق ومجرد بنادق بيد قوة دولية وإقليمية لتنفيذ مخططات بعيدة عن مصالح الشعب السوري. الشيء اللي أثبت أيضا قطعيا أن كل الحراك العسكري لم يكن مفيدا للثورة السورية، وطبعا الحراك العسكري تنامى على حساب ضعف الحراك السياسي. وبالعودة للوضع السياسي وهو المسؤول عن كل ما جرى، أن الثورة السورية فشلت بوجود قيادة شاملة، قيادة واعية، قيادة تتفهم الوضع الدولي والإقليمي، وبالتالي لا تراهن على يعني استراتيجيات نابعة فقط من تفكيرهم الضيق، وإنما يجب أن تراهن على استراتيجيات تأخذ معطيات المنطقة إقليميا ودوليا بعين الاعتبار. لهذا يعني تقوقع القيادة التي نصبت على الثورة السورية والتي احتكرت القرار واحتكرت الرؤية ليس أيضا من تفكيرها، وإنما من تأثير قوى إقليمية وعربية بالذات، حيث قيدت قراراتها وربطتها أيضا بمصالح تلك الدول وبأجنداتها. من هنا يعني نلاحظ أن اتجاه حتى الجانب العسكري إلى اتجاه فكري محدد، وهو وأقولها بصراحة التفكير بدعم القوات أو القوة أو نستطيع أن نسميها يعني حتى مجموعات عسكرية مسلحة ذات اتجاه متأسلم على حساب نمو الجيش الحر الذي كان هو بداية الحراك، كان هذا الوبال الأول، وبالتالي أصبحت القيادة السياسية غطاء لهذه المجموعات وهذه المنظمات بدل من أن تحتاج وتأخذ مواقف وتنقص من ارتباطاتها. ثانيا أن القيادة السياسية لم توسع إطارها أبدا، لأنه هي ظنت أنها مجموعة انقلاب ونسيت أو غاب عنها مفهوم الثورة، والثورة هو مفهوم شامل كان يجب أن يشمل كل القوى الوطنية التي احتجت على هذا النظام من خلال الحراك السلمي الواسع ومن خلال الحراك الجغرافي الواسع الذي شمل كل المناطق. وبالتالي كان يجب على هذه القيادة أن تأخذ بالحسبان كل هذه القوى وكل هذه المناطق وتشكل إطار سياسي واسع كما فعلت كل ثورات الكون، بحيث أنها لا تحتكر الثورة بيد مجموعة أو حزب أو فئة أو أجندة معينة، وإنما تأخذ واقع الشعب السوري كله بعين الاعتبار وتقطع الطريق على الأجندات الحزبية الضيقة أو الفكرية أو حتى الأجندات الإقليمية التي كلها أرادت أن تستفاد من هذا الحراك. على هذا الأساس يعني درع الفرات لم يحقق إلا المصالح التركية. درع الفرات وكأنه أنشئ وكون ومول على أساس حماية الحدود التركية الجنوبية،
وحتى فكرة المنطقة الآمنة هي حماية للجنوب التركي أكثر منها حماية للشعب السوري أو إيجاد مناطق آمنة للشعب السوري. والدليل أنه لم تهيئ لا مناطق آمنة ولا يهيئ أي شيء للمهاجرين السوريين، وأنما كما نلاحظ حتى بالتهجيرات الأخيرة من الزبداني ومن بلوكان ومن عفوا ومن مضايا ومؤخرا من فوعة ومن الوعر وما سبقها أيضا من دارية، كلها لم تؤمن لها مناطق آمنة تستطيع فعلا أن تنأى بها عن قصف الطيران الروسي وقصف الطيران النظام والاعتداءات أذرع النظام من داعش ومن القيادية اللتان تعملان لصالح النظام. والمهمة الأساسية لهاتين المجموعتين هي قضم المناطق التي بيد الجيش الحر ومضايقة الجيش الحر. نعم، ابقى معي دكتور. مشكورا دكتور عدنان، وننتقل الى الاستاذ ناصر محمد. اهلا وسهلا بك استاذ ناصر، ضيفا عزيزا جديدا علينا في برنامج الرادار. واستاذ ناصر، يعني ساقرا عليك هذه العباره حرفيا مما قاله رئيس الوزراء التركي. اذا قرات هذه العباره تشعر انها من الفها الى يائها مليئه بالالغام، وتحوي بطياتها الكثير من المعاني التي مختبئة بين السطور. قال رئيس الوزراء التركي بالحرف الواحد: إذا بدأت تركيا عملية عسكرية أخرى ضد تنظيم الدولة أو أي تهديد موجه آخر، يعني يقصد فصائل الأكراد لأمن البلاد، ستكون هنالك عملية جديدة بمسمى جديد، بغرفة عمليات جديدة، بتشكيلات أخرى جديدة. لماذا أهلهم خجلون من إنجازات قوات درع الفرات؟ ألم يتبنوها؟ ألم يسحبوها من الجبهات؟ تحياتي لكم، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أهلا وسهلا. الحقيقة ما فعلته تركيا، وأنا هنا أتكلم بصفتي معارضا سوريا، حليفنا التركي حليف الثورة السورية، ما فعله في درع الفرات العملية المنطلقة ب 24 آب 2016، كان على تركيا أن تفعلها في وقت مبكر، ربما قبل 3 سنوات، حيث كانت الساحة أكثر فراغية مما عليه اليوم وأقل تعقيدا من التعقيدات التي هي موجودة اليوم. انطلاقا من مبدأ أن سوريا يبدو أنها ساحة تسمح لمعظم القوى المتزاحمة في سوريا، تسمح لمعظم هذه القوى كل قوة أن تضرب الجهة التي تهدد أمنها القومي، فمثلا تركيا يهدد أمنها القومي الأكراد بالمنظور السياسي التركي، إسرائيل ترى أن حزب الله هو الذي يهدد الأمن الإسرائيلي، أمريكا ترى في التنظيمات الإسلامية وتحديدا تنظيم داعش الخطر الأكبر، فكل قوة مسموح لها أن تمد يدها إلى المسطح السوري من أجل أن تضرب الجهة المقلقة لها. انطلاقا من هذا التوصيف، فإن تركيا أرادت أن تدخل إلى سوريا وأن تتدخل عسكريا فيما يسمى بدرع الفرات، أرادت أن تضرب الوحدات الحماية الكردية تحديدا، لكن هذا يستلزم من الأتراك أن يدخلوا في صفقات من أجل مقايضة داعش بوحدات الحماية الكردية، هذا من المنظور الأمريكي. فإذا حتى تدخل تركيا في الصراع السوري وبقوة، كان عليها أن ترضي قوتين عظميين هما روسيا وأمريكا، فالتبادل مع أمريكا كان بين داعش وبين قوات قسد، أي أنه مسموح لتركيا أن تطهر شمال سوريا بالمساحات التي وصفها السادة، أن تطهرها، لكن هذا يستدعي أن تضرب حليف أمريكا وهي قوات سوريا الديمقراطية. قبلت أمريكا بهذا العرض مقابل أن تنظف تركيا الشمال السوري من داعش، لكن المقايضة المؤلمة كانت هي بين روسيا وتركيا، فاللقمة الروسية كانت كبيرة جدا، حيث إنه كان على تركيا أن تقبل بسقوط حلب مقابل تحرير الباب،
لكن المشكلة الأكبر هي ليست مقايضة جغرافيا بجغرافيا، ليست مبادلة الباب كجغرافيا بحلب كجغرافيا. المشكلة الأنكى من ذلك أنها كانت تحرير الباب مقابل حرق حلب، حرق الشعب السوري في حلب، وما جرى هناك في حلب في أزقتها من إحراق للأحياء وهم للمدنيين وهم أحياء بما فيهم الأطفال، وقتل الناس ودفنهم أحياء، وتدمير البنيان على أهله. يعني المشهد هو مأساوي، والكل رآه إلى درجة أننا ربما وصفناه بأنه قتل على الهواء مباشرة. هذه المقايضة كانت ربما أقل ما توصف به بأنها قذرة، لأنها كانت بكل صراحة ووضوح كانت على حساب الإنسان السوري، كانت على حساب الإنسان، ولن أتحدث أكثر من ذلك. لكن المشكلة أن تركيا قبلت بهذا الأمر، والمشكلة الأكبر من ذلك أنه إن كنا نتفهم الموقف التركي بأنها قايضت حلب بالباب، فلماذا تأتي بعض الفصائل التي ربما أشار إليها زميلي الضيف، بعض الفصائل التي أيضا تخلت عن حلب وقبلت بولائها لتركيا ولاء حزبيا، ولم تخرج من التفكير الحزبوي الضيق، فقبلت أن تلتحق بدرع الفرات وتترك أماكن رباطها في حلب الشرقية، مما أدى إلى سقوط المدينة ومما أدى إلى استباحتها. هنا دخلت روسيا استرضاء أو إرضاء للحالة نوعا ما بمحاولة الإمساك بحلب وإبعاد الفصائل الميليشيات الطائفية عن مدينة حلب، على اعتبار أن ما شربته من دماء السوريين كان كافيا لتسكر بها. فروسيا هنا حاولت أن تدخل شرطتها، لكن بالمقابل ذهبت روسيا باتجاه آخر لتفاوض الأتراك وتساومهم على الباب، بحيث تقوم قوات النظام السوري أو بالمعنى الأدق تنظيم الأسد بالإمساك بالباب للحيلولة بين الأتراك وبين قوات سوريا الديمقراطية. إذن خلاصة القول بأن درع الفرات نعم نجني من خلالها بعض المكاسب لصالح الشعب السوري، لكن الخسائر أكبر بكثير. وصلت الفكرة، أبقى معي أستاذ ناصر وننتقل إلى سيادة العقيد الركن أحمد الحمادي. أهلا وسهلا بك سيادة العقيد. سيادة العقيد، أهلا وسهلا. قوات درع الفرات الآن هل هي في حل من أي التزام، لكون حتى يعني الأتراك يريدون أن إذا بدأوا بعملية أخرى ضد الأكراد أو ضد داعش في الرقة أو غيرها سيأتون باسم جديد بتشكيل جديد إلى آخره. النقطة الأخرى، ما هو البديل لقوات درع الفرات إذا كانت تركيا جادة في تحرير الرقة أو المشاركة في تحرير الرقة؟ السلام عليكم، تحياتي لك لضيوفك الكرام. طبعا عملية درع الفرات هي اسم لمعركة عسكرية انطلقت لها أهدافها ولها محدداتها، ولولا التوافق الدولي وخاصة الروسي التركي لما كانت هناك عملية درع الفرات، هذا ما أتوقع. ولكن تركيا عرضت منذ قبل درع الفرات بسنتين منطقة آمنة وتكلم الكثير عنها، ولكن أمريكا وبعض الدول رفضت هذه المنطقة. تركيا دخلت درع الفرات بأهداف اثنين، الأول هي حماية قسم من حدودها الجنوبية ما بين جرابلس وما بين إعزاز بطول 98 كيلومتر، وأرادت أن تكون لهذه المنطقة عمق بحدود 45 كيلومتر أو 40 كيلومتر لتشمل الباب ومنبج وباقي المناطق. لكن التوافقات الدولية ووجود أمريكا وروسيا في هذه الساحة، يعني سوريا أصبحت ساحة صراع للجميع وليس فقط للسوريين، أنهى عملية درع الفرات بسرعة قبل أن تكمل منطقة منبج وكذلك منطقة الغربية من التي سيطر عليها جيش السوار وقوات سوريا الديمقراطية في تل رفعت وعندقنا أكثر من 10 قرى تم السيطرة عليهم، والشيخ عيسى ومطار منغ ومنغ والبيلونة وعدة مناطق. هذا الهدف الأول، إبعاد داعش عن تلك المنطقة. اثنين، منع الاتصال الجغرافي ما بين
قوات سوريا الديمقراطية التي تتمركز في منطقة شرق الفرات في عين العرب، أو كما يسمونها كوباني، ومنطقة عفرين التي تبعد بحدود 100-105 كيلومتر. أول قرية هي كفر جنة، يعني بعد إعزاز قرية كفر جنة وبعدها قطمة ونزولا إلى عفرين. حققت هذين الهدفين بشكل جزئي لعملية تحرير الأرض، والتقت أهداف السوريين مع أهداف الأتراك في تحرير هذه المنطقة. ونحن نعم خجلون من أنفسنا من عملية حلب، وكل الثوار لو أرادوا القتال في حلب لما انسحبوا من حلب، هناك كان 9,000 مقاتل في مدينة حلب قبل أن ينسحبوا. أما القسم الذي تفضل فيه ضيفك الكريم بأنه تم سحب قسم من المرابطين في حلب، فهذا يعني أتوقع ليس صحيحا 100%، ولو فيه شيئا من الصحة، ولكن كل الفصائل التي كانت تعمل في تلك المنطقة أرسلت عدد قليل من مقاتلها لا يؤثر على جاهزيتها القتالية إن أرادت في مدينة حلب. فمثلا الزنكي بعتت 350، الفرقة الشمالية بعتت 150 إلى 200، الجيش المجاهدين أرسل، الفيلق أرسل، الأحرار أرسلت عدد قليل، وتم تحرير منطقة الباب، واليوم تم تحرير 2015 كيلومتر في هذه المنطقة، وأعادت منطقة الباب وعزاز والراعي و جرابلس ومدن كثيرة. ولولا التآمر أو لدى على هذه المنطقة لا تمت حتى درع الفرات، ولا اشترك هذا المسمى جيش الحر مع تركيا في استكمال عملية تحرير حتى الرقة وإلى أماكن أخرى. لكن اليوم الولايات المتحدة تحالفت مع قوات سوريا الديمقراطية في الوقت الذي ضنت أي مساعدة على الجيش الحر عندما قاتل داعش في إدلب وحلب واللاذقية في 2014، لم نرى أي مساعدة لأي دولة من دول التحالف للجيش الحر. ولو تم دعم الجيش الحر بشكل جيد في تلك المنطقة لما رأينا التنظيمات التي اليوم يسمونها إرهابية ويريدون قتالها، وذلك باستباحة الأرض السورية. هذا يعني الفرق. أما اليوم فعندما انتهت العملية أتوقع بأن عناصر الجيش الحر في تلك المنطقة سيتجهون إلى الجبهات شرقا من منطقة جرابلس والحدود بحدود 130 كيلومتر مع قوات سوريا الديمقراطية، حتى العريمة أو حتى قرية الكريدية وجبلة الحمراء وتلك المنطقة، بالإضافة إلى الجبهة الغربية التي تبدأ من الحدود التركية فعزاز فتل رفعت وحتى الطامورة، تلك جبهة الجنوب التي تشكل قوات النظام والميليشيات اعتبارا من منطقة أبو الزندين والغوز، وحتى كما قلنا جبلة الحمراء وجب الخفي على الحدود الثانية التي سمحت لقوات مثلا إذا أرادت إيران أو غيرها التقدم، أصبح الطريق مفتوحا حتى نبل والزهراء وحتى عفرين وربما إلى بيروت وإلى دمشق. لذلك أتوقع بأن الأتراك تركوا الأمر حر لقوات درع الفرات، وإذا كان هناك ما يجعل هناك أعمال مشتركة بين الأتراك والجيش الحر فأتوقع بأنهم سيعملون. اليوم تتشكل كما وصلت بعض الأنباء غرفة عمليات واسعة جدا تشمل جميع الفصائل في الريف الحلبي والإدلبي والحموي وفي اللاذقية، يعني يضم أكثر من 17 فصيل، الفرقة الساحلية الأولى، الثانية، الفيلق، جيش العزة، جيش النصر، جيش التحرير، بالإضافة جيش إدلب الحر والفيلق والتجمع استقم كما أمرت، وجيش المجاهدين وباقي والدرع الحرية وبعض الفصائل في المنطقة، من أجل تشكيل غرفة عمليات موحدة لقتال النظام ولقتال أعداء الشعب السوري الذين يريدون الانتقاص من كرامة الثورة السورية ومن وأد الثورة السورية بمسميات روج أوفا أو بمسميات أخرى. هذا ما يتم العمل عليه في هذه الفترة، وأتوقع إن شاء الله ستكون هذه الغرفة لها نشاط أكبر من درع الفرات، وستكون حرة هذه القوات في توجه قواتها حسب. وطبعا عملية الرقة هي عملية توافقات دولية، يعني تركيا لم تستطع الدخول، فكيف سيكون للجيش الحر الذي لا يملك إلا القليل أن يدخل في هذه المعركة التي لم يسمح لهم إلا لأن أمريكا تريد من ورائها ما ورائها. نعم، ابقى مع سيادة العقيد وننتقل إلى العميد الركن المجاز أحمد الشروف.
سيادة العميد، طول الحدود محافظة إدلب عاصمة السن الآن للثوار أو عاصمة الثورة، طول إدلب طول حدود إدلب مع تركيا ومع لواء الإسكندرون 129 كيلومتر، وهنالك متعرج 150 كيلومتر. الآن يعني لماذا الأتراك يظهرون عجزهم لمساعدة هذه المحافظة بالوقت الذي كما كنت ضيفنا في حلقة الروس يحرضون قوات قصد على مهاجمة الثوار في إدلب من منطقة عفرين؟ ألا تستطيع تركيا أن تلعب دورا أكثر وضوحا وأكثر صراحة وأكثر قوة مما تلعبه الآن في هذا الوقت، وهو يعني يظهر يعني وقوفها بدون حراك فيما يتعلق بالجانب العسكري؟ سيدي الكريم، دعنا نترك التحليلات وسأتحدث بقليل من الدبلوماسية عن ما يجري الآن. الحقيقة ما يجري، ما يجري الآن محاولة استقطاب أمريكي لمن تبقى من الجيش الحر، جيش النصر، جيش العزي، ومن لف لفهم في حماة، هم أبطال ويقاتلون بشراسة، يحاول الأمريكان الإمساك بهذه الورقة. الأتراك ماذا سيفعلون الآن؟ أنتم تعلمون جميعا أن موجود في إدلب قوتين مركزيات، هما أحرار الشام وهيئة تحرير الشام. ما يفكر به الأمريكان وما يبحث سرا خلف الكاميرا هو استقطاب أحرار الشام للإمساك بمنطقة من أطامي غرب دارة عزي إلى منطقة جسر الشغور، وهي الأتراك يسعون للإمساك بهذه المنطقة. وقد طرحوا على الأمريكان في منذ يومين أننا نحن باتفاقية 1938 تعتبر هذه المنطقة مرورا بسلقين إلى دركوش، هي منطقة تركية، وقد لاحظت اتفاقية 38 هذه المنطقة. لذلك ما يجري الآن هو مقايضات. الآن ستتحرك وأخفض لقاء إطلاق يد الأتراك في هذه المنطقة. الأتراك خفضوا مستوى أهدافهم في عملية درع الفرات وقالوا نقبل بمشاركة وتمثيلية شكلية بإشراك بعض قوى الجيش الحر، وهنا نلوم الجيش الحر، في الدخول إلى مناطق الرقة. والرقة حسمت المنطقة يا سيدي، لم يعد هناك أمل من هذا المجال. الآن يناقشوا هل أحمد الجربة مهرب الحشيش هو من يقود الفيدرالي أم شخص آخر. هذه التوقعات، وهنا ما سيحصل الآن من اتفاقات يحدد مصير إدلب. الآن تجري الاصطفافات بين هيئة تحرير الشام بمن تسب إليها وأصبحت قوة تصل قوتها إلى 24,000 20,000 مقاتل، وبين هيئة أحرار الشام التي مالت إلى تركيا في الفترة الأخيرة، وكان ما كان من معارك حلب ومن معارك حماة، ولن أدخل في هذه التفاصيل. قادرين الأتراك أن يفعلوا شيئا إيجابيا، لكن قبل أن يفعلوه هم يريدون أن يفعلوا شيئا لأنفسهم، يضمنون السيطرة على المنطقة. موضوع عفرين أصبح موضوع سياسي بحت، لا علاقة للعمل الميداني به. الموضوع الآن يدور من غرب دارة عزي، من أطمي كما قلت لك، إلى جسر الشغور، غرب جسر الشغور، إلى فريكي. هذه المنطقة هل ستعطى إلى الأتراك أم لا، أو ستطلق يد تركيا فيها عبر حركة أحرار الشام؟ هذا ما ستلحظه الاتفاقات وما يدور من خلف الكاميرا. هم قادرون، ولكن كل بلد كما قال السادة ضيوفك منذ قليل، قالوا أن الأهداف السياسية والمصالح السياسية التركية والمصالح الاستراتيجية رقم واحد، ويأتي ما تبقى بالنسبة للشعب السوري. لن ننزعج كثيرا من هذا، ولكن ننزعج إذا اقتطع قسم من إدلب ولصالح كما كان جيب درع الفرات، وأصبحنا نتحدث عن جيب، وتركت ما تبقى من هذه المنطقة تحت ذريعة محاربة تحرير الشام. وبالأخير وجدنا أنفسنا كسنة في سوريا، كشعب سوري يعيش في جيوب صحراوية لا موارد لها، وبالتالي نستطيع، نحن بحاجة إلى مد يد العون من أجل أن نأكل ونعيش إلى تلك الكونتونات التي تقام في سوريا الآن. هذا الوضع العام، لن يقدم الأتراك كثيرا بالنسبة لإدلب، لكن بالنسبة لإدلب موضوعها صعب جدا في المستقبل القريب. هل ستتقاتل أحرار الشام مع هيئة تحرير الشام بدعم تركي، أم سنرى اصطفافات أخرى تعيد الوضع، تعيد ترتيب القوة العسكرية وتتحد مع بعضها في تشكيل قوة عسكرية؟ لأن الأمريكان أصروا وقطعوا قرارهم بأنه لا، ليس لكم من إمداد ولا دعم سياسي،
حتى تتحدوا من أقصد بقايا الجيش الحر. هذا كله مربوط بما سيجري لاحقا، هي قرارات واتفاقات ما ننتظر، علينا أن ننتظر لنرى ماذا سيحصل في هذه المنطقة. ابقى معي سيادة العميد وننتقل إلى الدكتور عدنان البوش. دكتور عدنان، لا يخفى على أحد أن هنالك صراع تخوضه تركيا تتزايد أخطاره على أمنها القومي يوما بعد يوم، خاصة وأن هنالك مرحلة جديدة من التنسيق بين الروس والأمريكان في هذه المنطقة بالتحديد، ولكل طرف منهم حساباته والتي تكون في الغالب على حساب الشعب السوري. أكيد يعني هو حتى ما نظلم تركيا كثير، يعني ملاحظ أن في تحالف عالمي وليس فقط في الدول الكبرى، حتى أوروبا، لمضايقة تركيا ولإجهاض تجربتها الديمقراطية اللي أفرزت يعني نظام ذو شكل إسلامي أو ذو طابع إسلامي. طبعا لا شك أن الانقلاب الأخير اللي أو محاولة الانقلاب الأخيرة في تركيا كشفت نوايا الغرب ونوايا الولايات المتحدة الأمريكية بعدم رضاها عن الوضع التركي بصيغته الحالية، وخاصة بقيادة حزب العدالة والطيب أردوغان الذي أيضا لم يستطع أن يفهم الوضع الدولي ومارس مثل ما يمارس كل الدكتاتوريين عندما يتضايقوا الخطاب العنتري والخطاب التعدي بدل أن يمارس الخطاب الدبلوماسي، وأيضا من خلال طرحه للتعديلات الدستورية التي تمنح له صلاحيات. أنا من ناحية العامة والقانونية هي حق طبيعي لكل دولة، والنظام الرئاسي معروف أيضا بفرنسا وبأمريكا وليس هو جديد على الدول الغربية، ولكن من خلال فهم الترصد الغربي لتركيا كان يجب على أردوغان أن يكون أكثر مرونة ويحاول أن يخفف من نرجسيته ومن إصراره على وضعه القيادي. لا شك هو محمي شعبيا بنسبة كبيرة، والانقلاب أو محاولة الانقلاب السابقة أثبتت هذه الحماية، ولكن حسب الوضع الدولي اللي نعيشه الآن لم تعد قضية الحماية الشعبية هي كافية، فأن التكالب الدولي عندما يتم على دولة أو على نظام أو على منطقة فسوف يحاول أن ينخره باستغلال بعض الثغرات الداخلية، وكل الدول لديها ثغرات داخلية وتركيا لديها ثغرات صعبة، يعني سيما من خلال الملف السوري من ناحية ومن خلال التمرد الكردي في الجنوب والجنوب الشرقي خاصة في تركيا. إذن يعني الوضع التركي ولا يحسد عليه، لذلك مع الأسف القيادة التركية لم تحسن تسيير هذا الوضع مما انعكس سلبا على السوري. نحن لا نشك بالدعم التركي الأولي إن كان من جانب الإنساني أو من جانب السياسي للثورة السورية، هذا الدعم حقيقة لم يتحول إلى دعم واقعي مادي يدعم قوة معينة، وإنما كان دعم عشوائي، دعم حتى بعض القوة المحسوبة على التطرف الديني، وهذا خطأ القاتل كان، والذي انعكس أيضا عليه خلال الفترة الماضية، بحيث أن النمو هذه التنظيمات المتطرفة قد استغل وقد حرك يعني كخلايا نائمة ضد الوضع في تركيا من قبل طبعا من يهيمن على هذه الخلايا، لأنه نعرف احنا أن الخلايا المتطرفة وحتى التنظيمات المتطرفة بما فيها التي تدعي الآن فمع الثورة هي صنيعة قوى ومخابرات أجنبية ليس لها علاقة لا بالدين ولا بمشروع إسلامي حقيقي، وإنما هي تخدم أجندات دولية وتخدم أجندات المخابرات الدولية لتمزيق المنطقة ولتبرير استباحتها. فمثلا وجود تنظيم ذو طابع إسلامي سني متطرف يعطي الفرصة أكثر للتطرف الشيعي والاستغلال القوى الشيعية المتطرفة للدخول أكثر، وكذا يعطي أيضا فرصة للغرب للتخلي عن الثورة السورية وللانسحاب ولاعتبار حسابات معينة. لهذا يعني الأخطاء التي وقع بها أردوغان ووقع بها النظام التركي هي تنعكس سلبا
على الثورة السورية قد لا تكون خطيرة على الوضع التركي الذي يستطيع أن يلملم شتاته. وهكذا لاحظنا أن الأتراك يحاولون عمليات انسحاب تدريجية منذ أن أعادت تركيا علاقاتها مع روسيا. هناك انسحاب تكتيكي تركي من الملف بحيث لا ينهار هذا الملف. ولكن دكتور عفوا يعني المقاطعة ولكن دكتور عدنان يعني عفوا للمقاطعة هنالك توتر الآن بين الأتراك والروس. دكتور عدنان نعم أسمعك. هو الحقيقة التوتر موجود منذ البداية، ولكن الأتراك لم يحسنوا استخدام يعني ورقتهم الأولية من حيث اتساع الحدود، من حيث وجود المقرات الأساسية للمعارضة السورية، من حيث وجود أيضا يعني نقدر نقول أمواج بشرية موجودة كانت تستغلها وتجندها، ومن حيث حاجة كل القوى التركية بحيث أنها المدخل الوحيد للتسليح والدعم. دكتور عدنان، فلو ضغطت تركيا باتجاه توحيد كل هذه الفصائل على أساس برنامج وطني شامل بعيد عن الأيديولوجيات وحصر هذا الدعم أو مرور هذا الدعم حتى من دكتور عدنان وصل دكتور عدنان وطنية لاستطاعت تركيا أن تلعب دور أكثر إيجابي. نعم وصلت الفكرة دكتور عدنان، ابقى معي ولا انتقل إلى الأستاذ ناصر محمد. أستاذ ناصر، فقط نود أن نشير إلى أن الميزان التجاري ما بين تركيا وروسيا 100 مليار دولار يعني هذا العام، في العام المنصرم كان 35 مليار. أستاذ ناصر محمد، تركيا تتعرض لضغوط كبيرة جدا بسبب دعمها للجيش الحر، وبنفس الوقت لفتحها جبهات متعددة ضد تنظيم الدولة ووحدات الحماية الكردية ونظام الأسد وميليشيات الحشد الشيعي الشعبي الصفوية، بينما الوجود العسكري الأمريكي الروسي له تأثير كبير على تواجد الجيش الحر وتركيا الذين يعرفون أن روسيا وأمريكا يستعملون حزب الاتحاد الديمقراطي البيضي لتنفيذ مشاريعهم، وعندما تنتهي مصلحتهم سيتم التوقف عن دعمهم. يعني يتكلمون عن هذه الميليشيات وكأنها صحوات كصحوات العراق. نعم، لا شك أنه عندما تتصارع القوى العظمى في مسألة معينة فإن نتائج الصراع دائما تكون على حساب الطرف الأضعف، وهو في هذا السياق الشعب السوري. طبعا الشعب السوري هو الطرف الأضعف لجهة العسكرة عسكريا عتاديا، لكنه هو الأقوى كحق، فلا يوجد في كل هذه القوى المتصارعة أقوى من حق الشعب السوري في تقرير مصيره وفي ثورته، ثورة الكرامة والحرية، وفي حجم التضحيات التي قدمها. لكن بالميزان العسكري الشعب السوري أعزل، وبالتالي تكون المساهمات عازة ما تكون على حساب هذا الشعب السوري. لكن حتى نعدل من هذا الأمر، وهنا أتحدث أنا عن حديثي عن تحليلات، حتى نعدل من هذه الأمور يجب علينا كقوى ثورية أن نقوي من ثورتنا وأن ندعم من حق هذا الشعب السوري، وبالتالي عندئذ لا تكون الأمور على حساب هذا الشعب، يكون برفع الصوت عاليا ضد جرائم النظام وحلفاء النظام تحالف الشر روسيا وإيران. إن العلاقة بين روسيا وتركيا للأسف صحيح أنها علاقة قديمة استراتيجية، الملمح الأساسي لها اقتصادي، لكن تركيا ستكون خاسرة فيما لو دخلت في ساحة المنزلقات الروسية. روسيا لا تقبل إلا بمقايضة الدم بالاقتصاد بالمصالح، وبالتالي فعلى تركيا وبكل وضوح أقول أن تبقى في اصطفافها مع حلف الناتو الذي خذلها. نعم أقول الذي خذلها، لكن بعد أن ترسو الأمور على الاستراتيجيات القديمة فإن الاصطفاف القديم هو الذي سيحتم الصراع عاجلا أم آجلا. نعم هي طفرة حقيقة ابتعاد تركيا عن حلف الناتو، ابتعاد تركيا وابتعاد أوروبا عن تركيا، منابذة تركيا وأمريكا وخاصة أمريكا في عهد أوباما. هذا الأمر جعل من تركيا تقترب من روسيا، لكن الحقيقة تقول
بأن التحالف الروسي التركي لا بد له أن تنفصم عراه، لأن هناك تحالفا أقوى منه هو تحالف إيران وروسيا الذي من الصعب أن تنفصم عراه، لأن كلتا الدولتين قائمتان على دوس حقوق الإنسان ومحق الإنسان وإهانة أي شكل من أشكال الحريات والديمقراطيات. هذه الثقافة التي تتأباها أستاذ ناصر، أستبيحك عذر، نحن على رأس الساعة. الشكر موصول إلى الدكتور عدنان البوش والأستاذ ناصر محمد وسيادة العميد الركن أحمد شروف وسيادة العقيد ركن أحمد الحمادي. كان معي من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميلة سلام المساعدي والزميل مهند الكسوس. في نهاية الحلقة نشكر باسمكم ضيوفنا الأكارم ونشكر لكم حسن المتابعة. في رعاية الله نترككم، وإلى لقاء يجمعني بكم غدا. هذه أغلى أمنياتي. الواقع كأنك ترى. راديو أوريا.